بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة رقم 2 عن شابتر 24 اللي راح تتحدث عن إلكتريك فلكس، يعني التدفق الكهربائي ومع قانون جاوس. قبل طبعا كونه هذا جزئين، راح إن شاء الله هذه الشابتر تكون مؤلفة من جزئين. الجزء الأول راح نتحدث فيه عن إلكتريك فلكس ومقدمة عن جاوس لو، كيف نقدر نحسب إلكتريك فلكس من قانون جاوس. ونيجي للإلكتريك فلكس. أول شيء لازم نعرف شو يعني فلكس. فلكس معناها تدفق، مثل تدفق الماء أو تدفق يكون في عندنا تيار كهربائي، تيار مائي، ماء تتحرك فيه، عندنا نوع من التدفق. التدفق لما نقول والله الماء تتدفق بكمية مقدارها كذا، معناها هي كمية ثابتة سكيلر، ليست اتجاه. ولكن هذا التدفق دائما يعتمد على ما يسمى مجال، فممكن يكون هذا المجال مجال كهربائي، مجال مغناطيسي، مجال صوتي، مجال بني آدمين، أي نوع من المجال الموجود. وكونه كمية ثابتة فبنقدر نعرف التدفق على أنه هو ما يرمز له بالرمز فاي، وقلنا هو عبارة عن مجال. وهنا نتحدث عن المجال الكهربائي، إذن في عندنا إي. وتعريف المجال أو تعريف التدفق هو عدد خطوط المجال، إذن هاي في عندنا المجال، التي تقطع سطح معين. السطح بيكون له دائما مساحة، إذن هو عبارة عن E في A. هذا التعريف البسيط إلى التدفق. لكن بعرف إنه التدفق عبارة عن كمية قياسية ثابتة، وبعرف إنه E عبارة عن متجه. فالسؤال كيف إنه أنا ممكن أحصل على سكيلر اللي هو التدفق من كمية متجهة مثل المجال؟ احنا بنقدر نحصل على متجه من متجهين اذا عملنا كروس برودكت، وبنقدر نحصل على ثابت او سكيلر من متجهين اذا عملنا دوت برودكت. شريطه انه يكون دوت برودكت لتو فيكتورز. فاحنا بدنا نفرض بالبدايه انه هذا المساحه لها اتجاه، برغم الكل بعرف انه المساحه ما لهاش اتجاه، بس ناخذ على انه لها اتجاه. وحتى تعطينا كميه ثابت لازم يكون هذه عباره عن دوت برودكت. واذا كانت دوت برودكت product بيصير في عندنا E في A في كوساين الزاوية ما بين المجال وما بين المساحة. حتى نفهم كيف يعني معنى أو نقول المساحة إلها اتجاه، خلينا نفرض إن في عندنا مية تصير بهذا الشكل، وعندنا صفيحة حطيناها مثل هنا قاطع. بنلاحظ إنه هاي المية راح تظلها ماشية بدون ما في إشي اللي يحجز هذه المية، فبالتالي مقدار التدفق هنا عندنا فاي حقيقة يساوي الصفر. لكن لو حطينا الورقة مثلا، هاي نتخيل انها ورقة او السطح، حطيناها بشكل عمودي عليها على المية، راح تمنع المية انها تمر، فكأنه اذا كان في مجال راح يخترق بهذا الشكل، وبكون هنا تدفق اكبر ما يكون. وهسه نتخيل بدل ما يكون في عندنا ماء، نتخيل انه خطوط مجال كهربائي وهي خطوط وهميه. في الحاله الاولانيه لما كان فاي تساوي الصفر، معناها لما نيجي ل اي في اي في كوساين الزاويه، اي بناخذ على انه ثابت، الاي اللي هي المساحه نفسها ما تغيرت. سواء اخذنا مثل الصفيحه هنا لها اي، ونفس هذه الصفيحه لها اي، بظل بيعتمد على كوساين الزاويه. حتى يكون تدفق صفر معناها كوساين ثيتا يساوي 90 كوساين ثيتا يساوي صفر، لكن ثيتا معناها تكون 90 درجة، معناها هذا اتجاه الاي. في الحالة الثانية اللي هي هاي الحالة، عندنا تدفق أكبر ما يكون، كل خطوط المجال اخترقت، إذا عندنا اي في اي، معناها كوساين ثيتا كلها يساوي واحد، وهاي بيساوي واحد إذا كانت الزاوية صفر، إذا هذا هو اتجاه المساحة. بنلاحظ بالحالتين دائما بنقدر نعرف انه المعنى انه المساحة لها اتجاه هو العمودي على المساحة. فلاحظوا بهذا الشكل اللي هون عندنا العمود على المساحة بهذا الاتجاه، بهذا الشكل العمودي على المساحة بهذا الاتجاه. اذا نرجع مرة ثانية نقول فاي هذا التدفق هو عبارة عن اي دوت اي دوت برودكت، ويساوي اي في اي في كوساين الزاويه ما بين اي واي.
فإذا كان في عندنا مثلاً السطح نفرض بهذا الشكل، وهذه خطوط المجال الكهربائي، خلينا نقول تصنع الزاوية مثلاً ثيتا، أي ثيتا هذه اللي بصنع هذا السطح. إذا بدي أوجد التدفق لازم أوجد العمودي عليه، عمودي هذا العمودي. بنلاحظ إنه هاي العمود هي عبارة عن الزاوية نفسها، هاي من اتجاه الإي، يعني هاي الزاوية الثيتا، فبتكون هنا في عندنا باي أوفر 2 ماينس ثيتا. وهذا من الأشياء الكثير اللي بغلطوا فيها الطلاب بأسئلة بسيطة، بنجاب سطح مثل هيك لكن ما بقدرش يحدد شو هي ثيتا أو إنها باي أوفر 2 ماينس ثيتا. إحنا بدنا الزاوية المحصورة ما بين المجال وما بين العمودي على المساحة. نعطي مثال عليه. لو قلنا في عندنا مكعب، هذا المكعب له 6 أوجه، 1 و2 هذا اللي هي اليسار واليمين، وفي عندنا الجزء العلوي والجزء السفلي، وفي عندنا هذا الأمام هنا، وفي عندنا واحد من الخلف مش مبينه. بنلاحظ إنه إذا بدي أحسب التدفق الكلي، بلاحظ إنه في هذا الحال اللي هنا مع هذا الخطوط المجال المتحركة، الزاوية 90 درجة، يعني التدفق عبر السطح العلوي يساوي الصفر، التدفق نفس الشيء عبر السطح السفلي يساوي الصفر، والأمامي لأنه هذا العمودي عليه يكون للخارج، عمودي على خطوط المجال أيضا الصفر، ومن جهة الخلفية للصفر. بضل في عندنا اللي على اليسار هاي خطوط المجال، وفي العمود على المساحة بهذا الشكل، فالزاوية ما بيناتن ثيتا يساوي باي. بينما الرقم 2 هاي خطوط المجال الكهربائي، وهذا العمودي على المساحة، الزاوية ما بيناتن الصفر، فبطلع عندنا المجال الكلي، التدفق الكلي يساوي الصفر. طبعا معنى التدفق الكلي يساوي الصفر انه عدد خطوط المجال الكهربائي الداخلة تساوي عدد خطوط المجال الكهربائي الخارجي. لاحظوا هنا فاي ان عدد خطوط المجال اللي بتدخل السطح هي تخرج من السطح. اذا منذ البداية بنقدر نقول انه الجواب يساوي الصفر. وكمثال عليه خلينا نشوف، في عندنا شحنة وفي عندنا السطح معين. لاحظوا الاول واحد من هنا هون هذا لا يخترق السطح اطلاقا، بينما اللي تحتيه مباشرة بيخترق السطح، لكن هذا بدخل بالسطح من هذه الجهة هنا وبخرج من الجهة الثانية، فبالتالي عدد خطوط المجال او التدفق الكلي في هذه الحالة يساوي الصفر، لانه عدد خطوط المجال الذي تدخل هي نفس عدد خطوط المجال التي تخرج. قبل ما ننتقل على نعمم عن التدفق، هذه حقيقة عبارة عن حالة خاصة لما نقول انه التدفق هو عبارة عن اي مضروبة في اي او دوت اي، لانه هنا مفترضين انه اي عبارة عن ثابت. لكن لو كانت اي مش ثابت مثل هذا المثال معانا، لاحظوا انه المجال عند هذه النقطة يختلف عن المجال عند هذه النقطة، يختلف عن المجال عند هذه النقطة، عن هذه النقطة، كل شيء يتغير على السطح. اذا اي متغيرة، فافضل شيء ان ندور على منطقة بسيطة مثل هذه المنطقة هنا، نسميها دي اي، بحيث المجال يكون عندنا نفسه. فاذا كان مثلا هاي خطوط المجال اي، نأخذ العمودي على المساحة بهذا الشكل اللي هو dA، فبطلع عندنا مقدار التدفق الناتج عبر سطح مقداره dA هو عبارة عن E dot dA. ولكن أنا بدي فاي الكلي، ليس فاي معناها بكامل الطرفين، فبطلع عندنا فاي التدفق الكلي هو عبارة عن تكامل E dot dA. هذا حقيقة راح يكون هو عبارة عن مقدمة لما يسمى غاوس لو. غاوس لو هو طريقة مختلفة لكتابة قانون كولوم، أي رقم 1، وهي الطريقة سهلة جدا لحساب المجال الكهربائي إذا كان في عندنا تماثل. وأنا بحب أحكي لجميع الطلاب، لا يوجد إلا حالتين من التماثل. أنه لما نقول متماثل، يعني لما يكون في عندنا كرة، ما هو التماثل للكرة؟ تماثل الكرة هو عبارة عن كرة. أو يكون في عندنا أسطوانة لا نهائية الطول، والتماثل للأسطوانة هو عبارة عن أيضا عن أسطوانة، هذه كمان أسطوانة
بنقول عنها سطح التماثل الاسطوانة هو اسطوانة، سطح التماثل لكرة هو كرة. فحقيقة نحن راح نحل هذول الحالتين العامات. في ممكن نقال السلك لا نهائي الطول، السلك لا يختلف حقيقة، السلك هذا السلك هيك لا يختلف عن الاسطوانة، اللهم انه نصف قطره بالمقارن بقدر اعتبره اسطواني ولكن نصف قطرها يساوي الصفر. قانون جاوس بكل بساطة بقول لنا انه التكامل المغلق على سطح، وبنحط له هاي الاشارة حول التكامل لتدل على انه مغلق، يعني لازم يكون في عندنا السطح مغلق لإي دوت دي اي، وبالتالي هذا بعبرنا عن التدفق، يعني التدفق عبر السطح مغلق هذا يساوي مقدار الشحنة داخل السطح اللي احنا بنختاره او ما يسمى السطح جاوس على ابسلون نوت. هذا المثال بيقول لنا انه هذا هو عبارة عن التدفق الكلي، او هذا القانون التدفق الكلي هو عبارة عن التكامل المغلق على مجال، تكامل مغلق على اي دوت دي اي على السطح مغلق، وكله بيساوي مقدار الشحنة الداخلية اي انكلوزد كيو انكلوز على ابسلون نوت. هذا حقيقة القانون له تطبيقين عندنا هنا حاليا، يا اما بوجد التدفق الكلي عبر سطح مغلق بقول هو مباشرة كيو انكلوز على ابسلون نوت، او اذا بقدر اوجد المجال بحيث اني بقول التكامل اي دوت دي اي يساوي كيو اوفر ابسلون نوت. نعطي أمثلة على الحالة الأولانية، والحالة الثانية إنه كيف نحسب المجال راح يكون هو الجزء الثاني من المحاضرة. كمثال لاحظوا إنه هنا في عندنا ثلاث سطوح، الأول اسمه S، وفي عندنا S برايم، وفي عندنا S دبل برايم، وهي سطوح مغلقة، وبدي أوجد التدفق عبر كل سطح. إذا بدي أوجد التدفق عبر كل سطح بقول فاي، لكن أنا بدي عبر S مثلا وهذا السطح مغلق، إذا حسب القانون جاوس هذا عبارة عن كيو انكلوزد على ابسلون نوت. إذا بدور قديش في عندنا جويت هذا السطح، لاحظوا هذا S، بشوف قديش مقدار الشحن الموجود جويته، بلاقيها إنها عبارة عن كيو 1، إذا هذا عبارة عن كيو 1 على ابسلون نوت. إذا بنوجد التدفق عبر S برايم بروح على S برايم، هذا S برايم، وبحاول أشوف قديش هذا، لاحظوا إنه السطح مغلق، بشوف قديش مقدار الشحن الموجود جويته، لاحظوا Q4 ما لها علاقة، Q1 ما لها علاقة، فقط اللي داخليات، الداخليات عبارة عن Q2 زائد Q3 على epsilon نوت، هاي مقدار الشحنة الداخلية لـ Q2 زائد Q3. إذا بنحسب التدفق عبر السطح S double prime، هاي S double prime عندنا، بشوف قديش في جويته شحنات، بلاقي الشحنات الصفر، إذا هذا عبارة عن صفر على ابسلون نوت ويساوي الصفر. عشان نوضح الزيادة خلينا ناخذ كمان مثال. هذا المثال في عندنا أربع أسطح، S1 بالبرتقالي، S2 بالأزرق، S3 بالأسود، و S4 بالأخضر، وبدنا نشوف قديش مقدار التدفق عبر كل سطح. فخلينا نشوف عبر S1 حسب قانون كولوم، حسب قانون جاوس مقدار التدفق الكلي عبر السطح مغلق هو مقدار الشحنة داخل سطح جاوس على ابسلون نوت. خلينا نجي على S1، هذا S1، بلاقي انه في عندنا شحنتين جويته اللي هي ماينس 2Q على ماينس 2Q، وفي عندنا كمان زائد Q على ابسلون نوت، هذا بيعطينا ماينس Q على ابسلون نوت. إذا بدنا نيجي على التدفق عبر S2، بنروح على S2، S2 اللي هي بالأزرق، وبشوف قديش مقدار الشحنات داخل هذا السطح، بلاقي هي عبارة عن زائد Q في عندنا وماينس Q، إذا Q ماينس Q على epsilon نوت ويساوي الصفر. إذا بدنا نشوف التدفق عبر S3 بالأسود، لاحظوا نشوف الشحنات الموجودة داخل هذا السطح، بلاقي كل هالموجودات اللي هن ماينس 2Q زائد Q ماينس Q على ابسلون نوت ويساوي ماينس 2Q
على ابسلون نوت. معنى الاشاره السالبه انه خطوط المجال لداخل هذا السطح، معنى الاشاره موجبه انه خطوط المجال خارج من السطح. نشوف اخر واحد اللي هو فاي الناتج عبر S4، S4 اللي هو بالاخضر. بنشوف قديش في عندنا شحنات داخل هذه، وبنلاقيها يساوي الصفر. خلينا نحاول نشوف كيف جاوس بعطي كولوم وكيف كولوم حقيقة بعطي جاوس. نشوف في عندنا حسب قانون كولوم، نأخذ الحالتين. حسب قانون كولوم الشحن المجال الكهربائي الناتج عن شحنة نقطية مقدارها كيو على بعد R، قيمة المجال هي عبارة عن كي في كيو على R تربيع. هذا قانون كولوم، لكن هذه يساوي بدل كي بقدر أكتبها 1/4π أبسلون نوت، وفي عندنا هنا ظل كيو على R تربيع، بدي أحط كيو بالبسط وR تربيع بدي أحطه هنا. بقدر أضرب ضرب تبادلي في ب4π R تربيع، فبصير في عندنا E في 4π R تربيع يساوي كيو على أبسلون نوت. لكن 4π R تربيع ما هي إلا مساحة سطح كرة، يعني كأنه في عندنا كرة تحيط بهذه الشحنة بهذا الشكل إلى آخره، بحيث أنه مساحة هذا السطح اللي هي E في A يساوي كيو على أبسلون نوت. وهذا حقيقة هو عبارة عن قانون جاوس، كأنه كولوم بنتقل لنا لجاوس إذا أخذناها للشحن، وبالتالي بنقدر نعممها بشكل عام. بقدر أقول إنه تكامل E، وكونه عندنا مساحة سطح كرة إذا مغلقة E.dA يساوي Q، وهذا Q اللي هي داخل سطح جاوس انكلوزد على أبسلون نوت. طريقة ثانية إنه خلينا نقول في عندنا هذه الشحنة، شحنة Q، وبدي أوجد المجال على بعد R، سميها نقطة P. وقانون جاوس بيقول التكامل المغلق على E دوت dA يساوي مقدار الشحنة الداخلية على أبسلون نوت. إذا أول شيء لازم أختار السطح. كيف نختار هذا السطح حتى نقدر نستخدم قانون جاوس؟ وهذه لازم تكون واضحة لكل طالب. حتى أستخدم قانون جاوس لحساب المجال الكهربائي لازم أختار سطح. هذا السطح، كونوا منتبهين معي، هذا السطح قيمة المجال عند كل نقطة من نقاطه نفسها. بمعنى مثلا في عندنا هذه الشحنة كيو بدي أوجد على بعد R، هل يوجد نقطة أخرى قيمة المجال بتكون نفسها؟ الجواب نعم. لو رحنا مثلا على نفس البعد R هنا وحسبت قيمة المجال عند هاي النقطة سميناها P1، راح ألاقي نفسه KQ على R تربيع. طيب بقدر أروح على بهذا الشكل على نفس البعد R، بهذا الشكل على نفس البعد R، بهذا الشكل على نفس البعد R، وهكذا. بقدر أربط ما بينات كليات هذول النقاط، لكن احنا هنا كان إن بلين، بقدر أروح بالجهة للأمام أو للخلف على بعد R، فبطلع معانا عبارة عن كرة نصف قطرها R. قيمة المجال عند النقطة P ولا P1 ولا هذه النقطة نسميها P2 هي نفسها، فبقدر أطلع حساسات E خارج التكامل، فبصار عندنا E dot dA dot تكامل dA يساوي مقدار الشحنة الداخلية، يعني قديش مقدار الشحنة داخل سطح جاوس. حقيقة هذا هو سطح جاوس اللي احنا اخترناه. قيمة الشحنة الموجودة داخله اللي هي عبارة عن Q على أبسلون نوت، لكن تكامل dA اللي هي A، فبصير عندنا E dot A يساوي Q على أبسلون نوت. بضل نشوف قديش مقدار الزاوية. لاحظوا لو جينا عند نقطة P1 هذا اتجاه المجال خارج من الشحنة، بدي أوجد اتجاه A، نأخذ المماس العمودي عليه، بكون هاي هي اتجاه A. إذا نساوي بناتهم 90 درجة.
لو كنا هنا مثلا، هاي اتجاه خطوط المجال الكهربائي خارج من الشحنة، بدي أوجد اتجاه المساحة عند هذه النقطة، بحط مماس هاي اتجاه الـ A، فبالتالي الزاوية بالراتب الصفر، فبطلع عندنا E في A يساوي Q على epsilon not، يعني E، لكن مساحة سطح الكرة اللي هي عبارة عن 4 باي R تربيع يساوي Q على epsilon not، نقسم نوجد مشان نوجد E، نقسم على 4 باي R تربيع، بطلع عندنا K في Q على R تربيع، وهو قانون كولوم. هيك نكون خلصنا الجزء الأول من هذا الشابتر، نراكم قريبا إن شاء الله في الجزء الثاني اللي هو تطبيقات على Gauss law.